from here. إلا قلت شلون الدوام؟ والله الحمد لله غيرت روتين شوي، حسيت إني طلعت من اللي أنا فيه. زين تسوين؟ صدقين حتى أنا من اشتغلت مع عمي وأنا مرتاحة. طبعا بدر مو عاجبه كالعادة، بس كيف أنا حقرته هالمرة. مرام شلون بدر معك الفترة دي يعني؟ كل رياي العالم يتغيرون إلا بدر ما يتغير. لا وأقول لك سالفة جديدة يقول بيحرني فيها. تخيلي يقول بيتزوج علي. وانت تقولينها عادي كذا؟ ليه مو هامك؟ طبعا عادي. اصلا الريال اذا يبي يتزوج ما يقول حق مرته ولا ينبهها. بعدين انا ادري بدر يقول كذي بس عشان يحرني ويغثني. لا مرام بدر صدق بيتزوج عليك.